أكيد ديانا، وبما أن في أجواء الصيف، في تقريرنا لليوم راح نتعرف على كونسبت الإسبانية، وهو مخيم صيفي بيطور مهارات الأطفال، ومو بس كذا، بيدربهم علشان يوصلوا لمرحلة الاحترافية في بعض الرياضات مثل كرة القدم والسباحة والفنون القتالية، ويأهلهم للمشاركة في بطولات محلية وعالمية. خلونا نشوف. شاركت في الأكاديمية الإسبانية، بدأت من الصفر، صار معايا حزام برتقالي، إن شاء الله أصير بطل السعودية القادم. مخيم المدرسة الإسبانية الصيفي برنامج ترفيهي رياضي يعلم الطفل بعض الرياضات اللي تأهله إن شاء الله إنه يشارك في بطولات خارجية وداخلية. طبعا عندنا موجود اكثر من رياضه، من ضمن الرياضات الموجوده عندنا رياضات الفنون القتاليه، ورياضه كره القدم شيء اساسي طبعا، والسباحه، ورياضه السكيت. انا احب كره السله والجمباز، وانا اشتركت في المدرسه الاسبانيه عشان لياقتي تكون عاليه واستفيد في اجازتي الصيفيه. انا مشترك في كل الأنشطة اللي في المخيم الصيفي عشان ألهف وأضيع وقتي في الإجازة. أنا عندي هواية اللي هي الباسكتبول والرماية، وأبغى أنمي فيها جسمي وعقلي، وأبغى أبعد عن الأجهزة الإلكترونية، وأبدأ سنة دراسية جديدة بصحة ونشاط. الهدف من هذه الرياضات انه يعلم الطفل انه يشغل وقته بشيء مفيد، وبنفس الوقت كمان انه يكتشف نفسه في ايش الرياضه المناسبه، لانه في البرنامج الصيفي تقريبا كل طفل يقدر يشارك بخمسه او سته رياضات، فراح يشوف بعد البرنامج ايش الرياضه اللي حبها اكثر واحده، ونطوره نحن بدورنا انه يشارك في البطولات.